لو الحكاية فيها إن فيجو. قولي بقى رينج الاسعار ايه السنه دي؟ اسعار السنه دي يعني كويس الى حد ما، الدنيا متظبطه شويه، الاسعار متظبطه شويه، مش عاليه زي مثلا ما معظم الناس فاكره ان الاسعار هتنزل السنه دي عاليه بسبب الظروف وكده، بس الاسعار كويسه. بس الكوليكشن الجديد، في حاجات جديده نازله، معظمها الديزنيهات هي الاكتر حاجه عليها ضغط اكتر دلوقتي. الاسعار اتظبطت شويه او قريبه كتير للسنه اللي فاتت يعني. بس طب لو حد عايز يعمل بوكس مثلا فيه هدايا يبتدي من رينج كام لكام مثلا؟ عادي، انت ممكن تعملي بوكس هدايا من اول 250 300 لحد 2000 جنيه على حسب الحاجات، المحتويات اللي جوه البوكس نفسها. يعني محتويات اللي جوه البوكس هي اللي بتختلف معاكي. طيب. تختاري قطعه قطعتين ثلاثه اربعه خمسه زي ما انت عايزه. طب قولي ايه الحاجات النازله جديده السنه دي؟ معظمها دلوقتي الديزنيات، يعني الحاجات اللي هي الشلبي وكرة البابا والحاجات اللي نازله في شخصيات دي، هي معظمها هي الحاجات اللي اكتر حاجه مسمعه دلوقتي. بس عبد الرحمن هزيل. عبد الرحمن، هو الموسم ده ايه الجديد فيه؟ الجديد فيه المرايه اللي هي السحريه ديت، تبقى برواز وتقلب مرايه، وفي الشغل بقى بتاع السنه اللي فاتت هو يعتبر ما دخلش حاجه من السنين الجديده بسبب موضوع الكورونا. انت شايف ان الكورونا مأثره يعني عن الموسم ده جامد؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا، البيع اقل من كل سنه مقارنه بالسنه اللي قبل اللي فاتت. السنه اللي فاتت كانت زي كده برضه. طب يعني مفيش اقبال على الشراء ولا؟ لا، الاقبال ضعيف جدا. ضعيف، تمام. طب بالنسبه لاسعار البلورات اللي عندك يعني بتبدا من 45. 45. طب والدباديب؟ والدباديب بتبدا من 25، يعني اغلى حاجه بتعمل حسب حجمها الكبير قوي، في حاجه ضخمه قد كده بتعمل 500 جنيه. لا، الزبون دلوقتي بيدور على حاجه الارخص، بيدور على حاجه اللي تبقى سعرها على قد جيبه وفي نفس الوقت تبقى شكلها حلو. تمام. طب بالنسبه للمجات برضو سعرها كام اللي عندك بالمعلقه دي؟ بتبدا ب 65 حاجه زي كده، ده مصدر من بنجلاديش. تمام. انت شايف برضو ان يعني السنه اللي فاتت كانت احسن من السنه دي في حوار البيع والشراء، ولا هي زي السنه اللي فاتت؟ السنه اللي فاتت كانش لسه الكورونا كانت دخلت، بس كان الناس كانت برضو حياتها الماديه مش متيسره دلوقتي. لكن دلوقتي مفيش خالص شغل اضعف من السنه اللي فاتت، فعشان كده انتوا ما اعتمدتوش ان انتوا تجيبوا شغل جديد يعني، ولا هو ما نزلش شغل جديد؟ هو ما نزلش شغل جديد، احنا جايبين شغل جديد، بس هو الشغل هو اللي عند التجار عند المستوردين. تمام. في حاجه جديده عايز تقولها؟
هو في بقى الساعات اللي بره اللي بتصور ديت شغل مصري بتعمل هاند ميد، الساعة معاها برواز دي تعمل 150 150، واللي هي الاربع صور او الست صور، والست صور بتعمل 120 120. هي سعرها من كام لكام يعني؟ من 120 ل 150.